يعني فندم انا بساعدك. تعليقك على الخبر المتداول في اعلاميا الاعلام الدولي على ظهور عقار لسه فيه تجارب سريرية يحقق الشفاء من مرض السرطان. بس يعني احب اذكر كذا حاجه مهمه، معلومه مهمه. اتفضل. اولا ان الفصيله الخاصه بالدواء ده موجوده بقالها فتره طويله، موجوده في السوق المصري، بعض الانواع منها طبعا موجوده في السوق المصري، انما مش النوع دوت بالذات يعني. ده نمره واحد. دي بنسميها علاج مناعي، فهو احد فصائل العلاج المناعي. ده نمره واحد. نعم. نمره اثنين، والمعلومه المهمه جدا، ان هو ده استخدم او الداتا اللي طلع دي عن اورام المستقيم. فمش في لكل الاورام. نعم. النقطه الاهم بقى ان هو على احد يعني مش كل انواع اورام المستقيم، الجزء الخاص اللي فيه خلل جيني معين بنسميه المسماتش ريبير. وده بيشكل حوالي 5-10% من حالات اورام المستقيم. فالتاني هو العلاج الدواء ده اتجرب في مرض معين، احد انواع السرطانات اللي هي سرطان المستقيم، وفي نسبه من 5-10% بس من العيانين اللي هم فيهم خلل جيني معين اللي هو الام اس اي او المس ماتش ريبير. هل ده ما يفتحش الباب لزياده نسبه الشفاء والانتقال الى انواع اخرى من السرطانات؟ هو طبعا عشان اقدر اقول ان هو يعني ممكن ان هو يستخدم في انواع اخرى من السرطانات، ده محتاجه لسه وقت كبير، واخد بال حضرتك. هي الفكره بس ان هو في النوع دوت في اورام مستقيم كنا بنستخدم يعني كذا نوع خط علاجي، سواء الخط العلاج الكيماوي والعلاج الاشعاعي والجراحي. فليكون ان العلاج المناعي لوحده حقق او انهى المرض او حصل كومبليت ريسبونس يعني، فده في حد ذاته طبعا انجاز كويس. بس الاهم من كده ان هو ما يحصلش ارتجاع، فلازم نستنى، ولازم يبقى في نوع من انواع الفولو اب او المتابعه الدوريه للمرضى دول. وفي نقطه مهمه تانية كمان، ان هو اتعمل على 12 مريض بس، وده عدد قليل. عشان طب اسمح لي دكتور طارق، ليه حتى هذه اللحظه عجز العلم عن اكتشاف عقاقير لعلاج السرطان يعني، او القضاء عليه بشكل عام؟ العلم لم يعجز على اكتشاف عقاقير لعلاج السرطان. كل يوم زي ما بقول لحضرتك، فعلا تقريبا كل يوم بيطلع دواء جديد. مشكله السرطان ان هو طبيعه المرض دوت او الخاصيه بتاعته، انت لما بتكتشف حاجه بتقدر بيها انك انت توصل لسبب المرض، في اكثر من سبب للسرطان، مش سبب واحد بس. وبالتالي واكثر من نوع يعني، احنا بنتكلم في كل انتيتي، في كل اعضاء جسم الانسان بتصاب. بالظبط. لا، وفي كل عضو من اعضاء جسمه في اكثر من 20-25 نوع. صحيح. وبالتالي مفيش علاج واحد لكل الانواع. لكن طبعا تاني دي خطوه كويسه وخطوه مبشره، ولكن لازم الانتظار. وده بس زي ما بقول لحضرتك للمرضى المستقيم اللي فيهم خلل جيني معين اللي يشكلوا نسبه من 5-10% فقط من حالات اورام المستقيم. العلم ينتظر قد ايه، او المرضى ينتظروا قد ايه لحين اعتماد هذا الدواء واطلاقه في الاسواق؟ هو اعتماده غالبا هيعتمد زي ما بقول لحضرتك في نسبه اللي هم فيهم الخلل الجيني ده في وقت قريب جدا. واخد بال حضرتك؟ انما زي ما بقول لحضرتك عشان ابتدي بقى اقول ان كل الحالات دي تاخد الدواء ده، محتاج وقت ومحتاج متابعه ومحتاج اعرف ان هو الحالات اللي هو انتهى فيها الورم ده، هل رجع تاني؟ هل حصل نشاط تاني ولا لا؟ النشاط ده حصل في بفترة زمنية قد ايه؟ اشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق هاشم، استاذ الاورام بجامعة المنوفية.